السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناتك من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع إعادة تعزيز الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع سحب اللي عاوز يسحب. أنا هسيب العملة، يعني بالنسبة للإيردروب ده هسيب أنا الإيه العملة شوية في المحفظة بإذن الله تعالى عن كده شوية. هي سعر القطعة حاليا 41 سنت، وكانت الصبح تقريبا 31، يعني كان صبح المجموعة دي تعمل 18 دولار، ده تعمل 20 دولار ونص، والسعر بيطلع وينزل وهيقل، ممكن ينزل تاني لما الناس كلها تبيع وهكذا. الايردروب كان عبارة عن تسجيل في المنصة، وكان الربح متساوي على ما اتذكر، كان كل بياخد 50 قطعة، يعني في معايا حالات مش هقول لأ تمام، بس ما فيش تقريبا عليها بونص. نيجي السحب. طريقة السحب بتيجي تعمل اول حاجة ترانسفير، تمام. انا ممكن ايه في الستاكينج هتبقى حولها الاكسشينج، تمام، وتقول له المبلغ تكتبه هنا 50 قطعة اللي معاك، وتقول له ترانسفير. هتيجي بعد كده تخش هنا على اكسشينج وتحول العملة اللي انت عاوزها، عايز تحوله افضل حاجة تي ار اكس تقريبا. تعال نبص كده نشوف تي ار اكس ولا لا. هنيجي هنا كده التبادل مع تي ار اكس، تمام، حلو قوي تمام. وفي مقابل التي سي ال ولا في مقابل ايه؟ في مقابل اليو اس دي تي. يبقى انت لازم تحول التي سي ال لدولار، تمام. وبعد ما تحوله لدولار هتيجي تحوله تي ار اكس. تي ار اكس ليه؟ عشان تي ار اكس لما تيجي تحول من منصة لمنصة اي مكان الضريبة بسيطة جدا، بيبقى شيء لا يذكر بالنسبة لبقية العملات التانية. خلاص يبقى كده اتفقنا هنحول تي ار اكس، وبعد كده نحوله نحول قصدي اليو اس دي تي، وبعد كده تي ار اكس، تمام. والعملة سعرها في الطالع، يعني هنا الشرط بتاعها مرتفع اهو، فمبروك للناس اللي سجلت، تمام. بالنسبة لي انا هسيبها شوية، يعني ال 20 دولار لو نزلت يبقى نصيبي، زادت يبقى خير وبركة، ده اللي انا طمع ايه طمعان فيه، تمام. بإذن الله ايه انا متوقع ان سعرها يعلى العملة دي، فسيبها شوية ومحدش ايه التزم بكلامي. لو مستعجل بيه على طول، لو المبلغ زائد عندك مش هيفع معاك فرق ال20 دولار، خلاص ايه خليها وبإذن الله تعالى. نخش بعد كده على اللي بعده. مبدئيا الاير دروب لسه شغال، انا قلت الكلام ده امبارح وهعيده تاني النهارده برضه. هشرح ايه الاير دروب من اول وجديد، وفي نفس الوقت هشرح ازاي تبيع العمله بالنسبه للناس اللي وصلها رصيد. ادي الهامر اللي انا قلت لكم عليه اللي وصلني، اللي هو هامر وود، اسمه هامر وود. نيجي بس الاير دروب. الاير دروب هيفتح معانا بالشكل ده. نخش على كلمة اير دروب من ان اف تي. انت طبعا هتسجل بمحفظة اللي هي المحفظة ميتا ماسك او تراست والت، يعني انت ممكن تفتح الصفحة دي في الداب جوه تراست والت، وممكن تفتحها عن طريق الميتا ماسك المتصفح عادي. فانا بالنسبة لي هستعمل الميتا ماسك، تمام. خلاص كده فتحت معايا، خدت الرقم اهو. هاجي هنا على كلمة اير دروب، المهام للتذكير فقط. هتلاقي هنا مهمتين، اول مهمه جروب تليجرام بتنضم له، وبتلاقي فيه كود بتروح ترمي جوه جروب تليجرام ده، ترجع تدوس على كلمه كونكت بالنسبه للتليجرام، خلاص كده ايه هيشيك عليها. تاني مهمه هتعمل له فولو على تويتر، ولو فيها هاشتاج في اي حاجه هتعمل بيه الريتويت تاعي، تمام. وترجع تقول له كونكت بس، وتستنى لغايه لما تظهر لك كلمه كلايم بالاصفر تدوس عليها. انا ظهرت لي وخلاص خدت ايه الهديه بتاعتي اللي انا وريتها لكم، تمام. نرجع تاني للهديه، انت ونصيبك، يعني ممكن يبقى نصيبك يجرى مش في الهامر الستون، الهامر وود اللي هي الخشب، ممكن يجي في الستون، ممكن يجي في في الماتل الجولد، انت ونصيبك. كل طبعا حاجه كل لها سعر مختلف عن التاني، تمام. المهم قبل ما نخش هنا استاذنك، انت خلاص خلصت يعني سجلت اهو، دخلت على الدروب وعملت المهام، استاذنك بتيجي تخش هنا كلمه اكونت زي ما احنا واقفين، هتلاقي سايب لك كود، هتيجي تحط الكود هنا وتدوس له كلمه سبميت، تمام. نخش بقى، انت ايه وصل لك الهديه وظهرت معاك، هتلاقيني سيب لك المنصة دي يا اوبن سي عشان تبيع عليها العملة، وهتسجل فيها برضو بنفسي. على فكرة الهدية دي وصلتها، يعني الهدية دي يعتبر وصلتني على محفظة الميتا ماسك، يعني خلاص راحت للميتا ماسك، تمام. فالهدية تعتبر في محفظتي، تمام. هتلاقيني سيب لك الصفحة دي، صفحة يا هامر دي اللي ايه العملات عليها والاسعار بتاعتها. نشوف الود هنا بتتباع بكام. الود بتتباع ب 4 مليون ساتوشي ايثيريوم،
وفي ناس بتبيعها ب 22 مليون حسب، او 2,200,000، وهنا في ب 5 مليون. لا ده الستون، انا الاوضه هي لا في 8 مليون. فانت حط السعر اللي يناسبك وهتسيبها لغايه لما تتباع. عاوزها تتباع بسرعه هتبيع السعر اقل من السوق، تمام. المهم طريقه البيع ازاي، هتيجي هنا طبعا هتكون ربط. اول حاجه هو اول ما بتيجي تفتح المنصه دي بيربط نفسه بميتا ماسك، تمام. هتيجي ندوس سيل، تمام. ادي الهدايا بتاعتي، ده اللي موجود، ايه دي حاجه موجوده عندنا في محفظتي عشان انا داخل بمحفظة، حتى محفظتي ظهرت هنا اهو، تمام. هاجي هنا كده ادوس على ال ادوس له هنا سيل، هكتب السعر اللي انا عاوزه، هو سعر السوق بتاعها 8 مليون، تمام. عاوز انا ابيعها على اقل براحتي، تمام. كل ما ابيع ادوس له هي كلمه بوست يور ليستنج، تمام. لو طبعا كتبت سعر اقل هتتباع على طول، بس انا ايه هكتب سعر اعلى، واحنا بقى نصيبنا تتباع وقت ما تتباع. في الضريبة بتاعة النقل، لازم يبقى معاك رصيد من الاثيريوم عشان افهمكم بس الفكرة. المنصة دي اوبن سي دي عاملة زي يوني سويب، تمام. انت بتدفع لها ضريبة جاز ثيريوم عشان انت او كرسوم استضافة للحاجة اللي انت هتبيعها عندهم. فرسوم الاستضافة هنا عاملة 3 دولار و14 سنت من الاثيريوم، تمام. فالمهم خلاص نفض الطلب دلوقتي. المهم انت عرفت الفكرة ازاي، اعمل حسابك ان يكون في محفظة الاثيريوم اللي هي ميتا ماسك بتاعتك رصيد بما يعادل ايه 3 دولار هنقول وربع مثلا او نص، تمام. وتبيع بقى زي ما عملت كده وربنا يكرم ايه الناس. والاير دروب لسه شغال، بس بالنسبه للناس اللي مسجله فيه تشتغل فيه احالات، وبالنسبه للناس اللي سجلت ولسه ما وصلتش الشهريه كل يوم تخش تشيك على كلمه كلاين، تمام. نخش بقى اللي بعده، ده تذكير للناس باير دروب يو بي اي، هي عمله من عملات الديفاي. بتيجي تسجل، بتسجل برقم محفظتك، بتدوس على كلمه براكتس انت اير دروب، بيطلب منك رقم محفظه، بتدخله رقم محفظتك بس كده الدروب، بتروج لرابط الحاله بتاعك بس كده، مذكر ما فيهوش مهام واي حاجه، تمام. ده مجرد تسجيل فيه، توزيع لسه شويه قدامه تقريبا شهر. نيجي للدروب ده ايبك، الدروب ده بيدينا 250 قطعه من العملة اللي عملة ايبك. انا ونازل على اقوى واقع اللي في التسويق للدروبات زي بيتكوين توك، فبإذن الله ايه الدروب ده يبقى صادق بنسبة كبيرة. وبالنسبة للدروب الناس اللي سجلت في الدروب هابي فارمر، الناس ايه بإذن الله ما تقلقش، ايه نتوسم خير. انا كلمت الادمن كذا مرة وقال لي ايه ان الناس اللي سجلت كمية كبيرة جدا وفي منهم ناس سكامر وحاجات زي كده، فهم بيراجعوا المهام مانوال يعني مش اوتوماتيك عن طريق بوت، فبيتأكدوا ان اصحاب الحسابات حقيقيين، وبعد كده بإذن الله التوزيع هيتم. بس ما ادانيش ميعاد بالظبط، قال لي ايه اصبر شوية وبإذن الله اي خير. المهم نخش على الدروب ده، المهام بتاعتنا بنضم الاتنين جروب تليجرام، تقول له كونتينيو، بيجيب لك هنا الكباتشا صورة وبشوف الصورة شبيهة ليها، تمام. بعد كده بتقول له صمت تأكيد المحفظة ماي ايثر والت، بتدخله بس محفظة الايثر والت بتاعتك او الميتا ماسك وخلاص كده كونفيرم المحفظة، وبتروج رابط الحالة بتاعك. ده كده دروب بكل بساطة، تمام. نخش على اللي بعده، نيجي الدروب اللي بعده، ده دروب خاص بعملة اسمها اف دي جي، تمام. هو الدروب بطالب منك انت تسجل في المنصة، او مش شرط ممكن تستعمل المنصة، بس انا شايف المنصة دي ايه، لو رجعت للصفحة الرئيسية بتاعتها انا اول مرة اشوف المنصة اللي هي توب تانك دي، تمام. هي منصة صيني وشكلها يعني من منصات الوسط، بس عاملة بونص على التسجيل، بس اهم حاجة تفعيل وثائقي. فهي كده كده شفتها مرتبطة بالايردروب، فقلت ايه احطها بالمرة مع نفس الايردروب، اهم حاجة بس عشان تاخد بونصها هي اعمل ايه تفعيل الوثائقي، تمام. المهم هي كانت مرتبطة بالايردروب، بيقول لك انت ممكن تستعمل المحفظة بتاعتها، بس هم حاليا قافلين ان انت تجيب عملة من بره المنصة للمنصة، تمام. بالنسبة للعملة دي فانت هتسجل استفاد بس من بونص ايه المنصة نفسها اللي هو بونص تسجيل وتفعيل. نخش بقى على الدروب نفسه على نفسه ونوضحه، اسم العملة اسمها اف تي جي كوين، هو انا حطيت هنا محفظة سيريوم، تمام. شفت انا العملة بتاعتها او المحفظة بتاعتها، فلقيتها محفظة ايثيريوم،
فقلت واحد مش هتفرق يعني. تمام، المهم نخش على الدروب، وهوضح برضو موضوع المحفظة ده، انت براحتك، بس انا شايف الصح يبقى نزل محفظتهم افضل يعني. هنيجي للمهام، هنبتدي تحللوا الكواتشة. بعد الكواتشة المهام بتاعتنا كانت 2 جروب تليجرام، فولو على تويتر او البوست لايك وريتويت مع 5 تاج، انضمام لصفحة السبونسر، انا برضو فولو للسبونسر. تمام، فولو على الفيس، انستجرام، يوتيوب، من ده. تمام، بقى كده الاسباب بتاعتنا، يوزر التليجرام، تويتر، هنا لينك بروفايل فيس، بعد كده لينك بروفايل او يوزر الانستجرام، بعد كده لينك بروفايل يوتيوب، بعد كده ده الميدم، يوزر الميدم، وبعد كده رقم محفظه. انا بقى ايه هقول لكم هنا، بالنسبه لي انا بقول لي استخدم المنصه، ممكن تجيب عنوان العمله من المنصه وممكن تجيبه من المحفظه بتاعته. تمام، انا استعملت مايسر والد، بس مش عارف، انا حاسس ان هي ايه تطلع غلط، فخليكم في الصح بعيد عن اللي عملته باذن الله. ايه وبالنسبه لي ممكن باذن الله تطلع ايه محفظتين واحد، بس انا اللي شجعني يعني بالنسبه ان انا احط محفظه مايسر والد، ان هنا المنصه حاطه لك اف دي جي اي ار سي 20. تمام، اي ار سي 20 يعني ايه؟ اللي هي ماي ايثر والت، تمشي معاها محفظه ماي ايثر والت. تمام، فانت حابب تنزل المحفظه ده، كده لينك المحفظه وهم سيبوا لك جوه الايردروب نفسه، تفتح اللينك ده على الموبايل هيفتح معاك التحميل على طول. تمام، نرجع للايردروب. تمام، على فكره الايردروب ده مضمون يعني بنسبه كبيره، يمكن مبلغه مش كبير بس انا ضمنه، ده من الايردروبات المضمونه 100%، مفيش اي مشاكل بالنسبه له. هو تمن القطعه 2 دولار وتقريبا 15 سنت، وهو هيدينا قد ايه؟ هيدينا تقريبا لأي قطعة واحدة يعني، تقريبا الايردروب سعره قليل قوي، فالناس اللي حابة تشتغل عليه مفيش مشاكل، هما 2 دولار بس مضمونين، تقدر تزودهم بالإحالات وهكذا. تمام، بعد كده بقى بتتابع رابط الإحالة بتاعك. نرجع تاني، الدروب رويال ده برضو من العملات اللي هي بتروج لنفسها، ديفاي، هي الموجة اليومين دولت ديفاي كلها. الدروب ده العملة بتاعته اسمها RLD. تمام، هو مسعر ان سعر القطعة 2.5 دولار، وبيقولك انت من انضمامك تاخد 12 قطعة، يعني بنتكلم تقريبا في حوالي 26 دولار حاجة زي كده او اكتر، ممكن توصل ل 28 دولار. المهم المهام بتاعتنا، دوس جنرال دروب، هتنضم لاتنين جروب تجرام، فولو على تويتر او البوست لايك وريتويت، بتقول له ضن بالنسبه للتليجرام، بتيجي لتويتر، خد بالك من النقطه دي، البوست ده عباره عن تويتايه جاهزه، انت تاخده كوبي وتروح تفتحه في متصفح تويتر، هيعمل معاك التويتايه، ترجع هنا تحط له لينك البروفايل بتاعك بتاع تويتر. تمام، نيجي للمهمه دي، انا ما عملتهاش، عملت لها سكيب، اللي حابب يعملها يعملها. ده اللوجو بتاعهم او الصوره بتاعت اللوجو بتاعتهم، انت بتحملها سيف وبتحطها كصوره بروفايل عندك في تويتر. تمام، بتحطها هنا في صوره البروفايل. تمام، حابب تعملها سكيب زي ما فيش مشكله، حابب تشتغل عليها. تمام، بعد كده رقم محفظه، والمحفظه هنا محفظه ترون، تستعمل ترون لينك شغال، ترون برو شغال، اي محفظه ترون تحطها هيوصل على الرصيد، بس يفضل ايه محفظه ترون لينك او ترون برو. تمام، بعد كده بتقول له ضن بالنسبه للسبونسر، هتنضم الجروب بتاعه، تقول له تمام. بالنسبه برضو لتويتر، هتنضم لصفحه التويتر، تعمل فولو وهتعمل ريتويت للبوست الخاص بالعمله نفسه وتقول له يس، بعد كده رابط الحاله بتاعك وبتروج له. الدروب ده باذن الله ايه مضمون، معظم العملات التي ار سي بتوصل بالفعل يعني، ما بيطلبوش منها ضريبه عشان هي كده العملات الترون الارسال بتاعها في سعره حنين، فهي عامه اكتر حاجه بتبعت لنا دلوقتي. نيجي للدروب ده، كنت شرحته من حوالي 4 5 ايام، قلت لكم ان الرصيد بيوصل خلال 24 ساعه. تمام، هنخش دلوقتي مع الاثبات، دي محفظه الويف بتاعتي. تمام، هنيجي للعملات اللي وصلاني، هنيجي مثلا نشوف اعلى سعر فيهم عندي، الادركس انا بخلي فتره مخزنها اهي. تمام، ستودين كوين، وصلني الرصيد. تمام، بيساوي حوالي 10 دولار. اوكي، فالناس تسجل الدروب مضمون وبيوصل خلال 24 ساعه، هو بيبعت من نفسه، انت ما بتعملش اي حاجه. تمام، كل المطلوب منك هتيجي هتدوس على فين جنريتور، لا مش هنا عشان انا مسجل خلاص. فين هي مش واضحة معايا، تقريبا هتوضح معاكو ثانية واحدة، انا عشان مسجل مفيش كلمة جون. تمام،
كوشن بانر دي الصفحة الرئيسية. المهم هتشوف كلمة جون أو ساين أب وهتسجل تمام لغاية لما توصل للصفحة دي. دي تبقى آخر حاجة بعد التسجيل، آخر خطوة. بتيجي هنا بتحط رقم محفظة الويف بتاعتك عشان تاخد رابط الأحالة اللي أنت هتروج بيه للناس، وبيديك على كل أحالة 5 قطع. برضه ايه، 5 قطع بيوصلوا لوحدهم بمجرد، يعني مثلا لو حد سجل معايا دلوقتي 5 قطع هيوصلوا تاني يوم خلال 24 ساعة على طول من نفسهم، مش محتاج اسحب او اعمل اي حاجة، زي ما حصل تمام معانا هنا في ايردروب ووصلني الرصيد بالظبط. تمام، نخش على الايردروب اللي بعده، ده كنت انا شارحه قبل كده بس مهم. تمام، يعني ممكن شبيه الايردروب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شوية، هي عبارة عن محفظة ووصلنا رصيد والسحب بتاعها فتح الحمد لله. تمام، فانا مش خسران حاجه، ده كل القصه. بيديني طريقه تسجيل ازاي، بيطلب مني الباسورد وبيديني برايفت كي بحتفظ بيهم. المحفظه دي هي عباره عن محفظه، هو بيديني برايفت كي وباسورد بس مش اكتر من كده، باخدهم اسجل بيهم واروج رابط الحاله بتاعي، والرصيد باخده من قطعتين، عمله ميكر وعمله ايه جورتكس نفسها اللي عمله ايه المحفظه نفسها. تمام، نيجي هنا كده، ده انا كنت لسه مكلمكم عليه امبارح، قلت لكم انا بشتري فين في الهبوط. تمام، فانا جيت اشتريت عند خط ايه، عملت صفقة على 13، الصفقة بتاعتي انا عاملها على 13.70.05 ولا ايه 13.70.05. اوكي، اشوف السعر، انا خلاص اشتريتها على هنا، هفضل متابع الخط بتاعي كل 5 دقايق، ابص 10 دقايق متابع الصفقة. تمام، اول ما الاقي السعر بتاعي رفع اقوم جاي عامل كلوز، اغلق صفقة. مجرد ما اغلقت الصفقة فرق الربح طبعا هينضم للرصيد بتاعي هنا اهو. اهم حاجة اركز، انا مثلا عملت على اشتريت على 13.70، يعني خليها مثلا العملة وصلت 13 ابيعها بسعر اعلى شويتين، مثلا خليها 80 85 هكذا، ايه وابيع عليها. هي لو ايه في هبوط دلوقتي في البيتكوين باذن الله يرجع يرد تاني فوق الايه السهم بتاعه. بس كده يعتبر ده كان اخر حاجة معانا. نيجي بس الدروب ده، باكد على الناس الدروب ده يعني من الدروبات باذن الله يطلع ثقة، فالناس تسجل فيها. بس بقول لكم انا شرحته امبارح بس هسيبه النهارده برضو من ضمن ايه اللينكات. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.